بركة الله تعالى نبدأ بعثنا تحت عنوان الإمام الحسين عليه السلام يحبط مخططات الإلحاد ويمد جسور تقارب الأديان. هل تقصدون بالإكراه في الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. على بركة الله تعالى نبدأ بعثنا تحت عنوان الإمام الحسين عليه السلام يحبط مخططات الإلحاد ويمد جسور تقارب الأديان. هل تقصدون بالإكراه في الدين أنكم لا تجبرون أصحاب الديانات الأخرى على ترك أديانهم والدخول في دينكم الإسلامي؟ منذ متى وأنتم لا تكرهون أصحاب الديانات على ترك أديانهم؟ الدين الإسلامي دين سلام، دين محبة، دين تسامح، وهو دين التعايش السلمي. فقد كان أتباع الدين اليهودي والدين المسيحي يعيشون في كنف الإسلام كمواطنين آمنين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وكنموذج من النماذج الراقية التي قدمها الإسلام لحوار الأديان، والدعوة للتقارب هي الدعوة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأتباع الديانات الأخرى. فقل: تعالوا ندعو أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وأرجو من أخواني الأشبال والشباب أن يلاحظوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة التقارب هذه قد قدم الأبناء أولاً، ليس أبناء المسلمين فقط بل حتى أبناء أتباع الديانات السماوية الأخرى، حفاظاً عليهم من شراك الإلحاد والتطرف والإرهاب. فإن المغرضين إذا أرادوا تدمير المجتمع بدأوا بأبناء ذلك المجتمع، فالإلحاد يستهدف جميع الأديان. لذلك نحن نحث الشباب دائماً على حضور مهرجانات التقوى والوسطية، مهرجانات الحسين علم، تقوى وسطية أخلاق تربية، وعلى الآباء أن يلتفتوا لهذا من أجل أبنائهم. هذه قضية تقارب الأديان كانت من الماضي، وهي قضية مرحلية انتهى أثرها بعد زمن نبيكم. فإمامكم الحسين عليه السلام مثلاً قد انشغل بالإصلاح الداخلي في أمة جده. لقد فاتتك الكثير من الأمور في فهم سلوك الإمام الحسين عليه السلام، فهو في قلب معركة الطف وفي ذروة الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فهو قد سعى سعيه في مد جسور التقارب وتمتينها بين الأديان. فقد ابتدى خطابه التقاربي إلى أتباع الديانات في المشرق والمغرب، وليس فقط في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وهو في قلب المعركة، معركة إرساء العلم والتقوى والوسطية والأخلاق والتربية، فقال: والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. فالإمام الحسين عليه السلام قد رفع شعار ابن بنت النبي ما بين المشرق والمغرب، وكان غرضه من رفع هذا الشعار هو دعوة أتباع الديانات الأخرى للعودة إلى أبناء الأنبياء، لأن الإلحاد يستهدف جميع الأديان السماوية في المشرق والمغرب، ولا يميز بين دين ودين في استهدافاته وغاياته في نصب شراك الانحراف لأبناء الديانات. والإمام الحسين عليه السلام كان على دراية تامة بمخططات الإلحاديين في تدمير الأبناء، لذلك ركز في شعاره على كلمة الإبن، ابن بنت النبي ما بين المشرق والمغرب. والنصارى يؤمنون بابن بنت الأنبياء بأنه هو المنقذ، لذلك اضطروا للقول بالبنوة النسبية
لأن اليهود قبلهم لا يؤمنون إلا بالمنقذ الذي هو من أبناء الأنبياء. فمن هنا كانت دعوة الإمام الحسين عليه السلام لهم للتقارب، فهو يمثل الوسطية ما بين المشرق والمغرب. إذن انتهت دعوة التقارب عندكم عند حدود كربلاء، بل كانت كربلاء بداية أخرى لدعوة التقارب وحلقة من سلسلتها. فكانت كربلاء تمثل مرحلة من مراحل التمهيد لدعوة التقارب في آخر الزمان، الذي سيكون شعارها ابن فاطمة الذي سيرفعه ولده الإمام المهدي سلام الله عليه وعلى فاطمة وعلى الإمام المهدي. وشعاره ابن فاطمة هي دعوة للتقارب في آخر الزمان للديانات السماوية الأخرى، خاصة النصارى الذين يؤمنون بابن مريم، علما بأن الإمام المهدي عليه السلام ابن فاطمة سيتخذ من ابن مريم وزيرا له، وسيكونان متلازمين مع بعضهما. وهذا بحد ذاته يعتبر دعوة حقيقية للتقارب وسلوك عملي تجسيدي لوحدة الأديان وانتفاء الفوارق بينها. نحن أيضا عندنا في الشيوعية تقارب أديان، ونحن لا نجبر أحدا على ترك دينه. إن الواقع يشهد بأن إلحادكم وشيوعيتكم البلشفية قائمة على إجبار الناس على ترك دياناتهم، فكان نظام لينين وإستالين قائما على استراتيجية شيطانية ماكرة من خلال وضع اليد على ممتلكات الناس ومنتوجاتهم بالإجبار، مما تسبب موت ملايين البشر بسبب الفقر والجوع والمرض. وكان لينين وستالين مصرون على هذه الاستراتيجية لأنها تسبب زعزعة إيمان الناس بوجود إله منقذ، مما يؤدي في النهاية إلى إلحادهم. هذه هي الإلحادية المجرمة. فعن أي تقارب تتحدث أنت؟ فالشيوعية قائمة على إفناء الأديان. فنقول فراجع نفسك وابحث عن منظومة دينية أخلاقية تضبط بها أفعالك وأقوالك، ولا تكن ملحدا، فكن من أهل الإيمان ودعاة التقارب. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.